رصاص البوليس خلال مظاهرة سلمية في مدينة تونس. وأنت تقدم الجامعة العامة لأسرة الفقيد، لعائلته، لأصدقائه، لزملائه في قابس وفي تونس وفي كلية كونفيان، ولكافة الأسرة الجامعية بأصدق التعازي وعبارات المواساة، فإنها تندد بكل شدة وحزم بهذه الجريمة النكراء، وتطالب بفتح تحقيق حولها ومعاقبة مقترفيها سواء بالأمر أو بالفعل. يا شهيد لا تهتم، حريات لا بالدم، يا شهيد لا تهتم، حريات لا بالدم، يا شهيد لا تهتم، حريات لا بالدم، يا شهيد لا تهتم، حريات لا بالدم. وطلبنا إلغاء جلسة، تأجيل جلسة تفاوض كانت مبرمجة ليوم السبت. إلغاء. نعم أيها الزميلات والزملاء، لكن كانت لحظة دقيقة صمت على أرواح كل من ماتوا. شهداء حركة احتجاجية اجتماعية مشروعة، لا مطالب ديماغوجية فيها، لا ايديولوجيا فيها، الحق في الشغل، الحق في العمل، الحق في الكرامة، الحق في نصيب من التنمية، من أجل كل هؤلاء وضد كل من قمع واستعمل العنف ضد المتظاهرين العزل، نتوجه بتنديدنا وباحتجاجنا وبصوتنا. أننا في الجامعة العامة نرفض رفضاً قطعياً لجوء البوليس إلى ممارسات البطش والقمع ضد المتظاهرين خلال الحركات الاحتجاجية، مما تسبب في مقتل عدد كبير من حسب المصادر النقابية فات 60 يبلغني البلد الحمامات برك أربعة وعدة مئات من الجرحى ومن الموقوفين ونطلب بإطلاق سراح كل الموقوفين بدون قيد أو شرط. ليست هنالك استثناءات للذين تثبت عليهم تهم. التهم تتوجه بالكامل للذين جعلوهم في وضع خصاصة، وتتوجه بالكامل للذين مارسوا العنف والبطش ضدهم وإطلاق الرصاص الحي في أبناء تونس. يا بوليس يا سفاح، 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 يا بوليس يا سفاح،
باستئناف الامتحانات وبالاقرار بحق الطلبه. بن علي اساسان، 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 بن علي اساسان. يقظت كل مكونات المجتمع المدني ووقفتها التضامنيه مع الهبة الاحتجاجية الاجتماعية، وإنني باسمكم جميعا أندد بالقمع الذي سلط على بعض هذه المكونات من فنانين وصحفيين وجميعيون ومحامون وجميعيون. ولقد وقع جر الفنانة القديرة جليلة رشيد عمار من شعرها شو هذا الشعب التونسي قوة الهمجية قوات البوليس الهمجية. لا توريد ولا تنزيل، كل ناس دي بوزيل. 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 بن علي محكمة جنائية، بن علي محكمة جنائية، عدوا المحكمة في الحبس. بن علي محكمة جنائية، بن علي محكمة جنائية، بن علي محكمة جنائية. إن مقاومة ظاهرة البطالة لا تتم بغلق المؤسسات، إنما تتم بغلق أفواه البنادق. إنها لا تتم بمواجهة أبناء تونس بالرصاص وبالسجون، إنها تتم عبر مراجعة سياسية للعلاقات السياسية للحريات للوضع السياسي في بلادنا، وتتم عبر مراجعة كبيرة وجدية لنمط الهيمنة عبر ذهاب بن علي في بلادنا. تتطلب حق الجهات في نصيب من التنمية. مدينة قفصة، جهة قفصة، سيت اون ريجيون مونو بروديكتريس، علاه ما تمش آلية تجبر الدولة باش تخصص لها جزء من عائدات الفستان؟ واش قالوا؟ شغل حرية كرامة وطنية، 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 شغل حرية كرامة وطنية. سيدي بوزيد، مدينة ذات أراضي خصبة، بقينا أهالي سيدي بوزيد On en était graduellement dépossédé. والعقد بتاع المنتوجات الفلاحية لا يستثمر في سيدي بوزيد. مقاومة البطالة، مقاومة البطالة وبطالة حاملين شهادة التعليم العالي تقتضي بن علي بن علي خبز وماء، بن علي خبز وماء، وبين علي لا خبز وماء، وبين علي لا خبز وماء، وبين علي لا خبز وماء. يطالبون الدولة بإعادة الاعتبار للدور التنموي لجهاز الدولة، لا سيما في الجهات الداخلية المحرومة، وأننا نطالب السلطة بتنقية مناخ الاستثمار لحفظ المبادرة الخاصة عبر مقاومة مظاهر الارتشاء والفساد والمحسوبية، وتحويل السياسات العمومية إلى وجهات فردية تضرب بوليتيك بابليك فار دي زانتريك بريمي. انتخابات رئاسية يا نمام، إننا نعلن انتخابات رئاسية بمواصلة التحركات الاحتجاجية، وسنعمل جاهدين على التنسيق مع مختلف ما يمكن التنسيق به بدءا بنقابات التربية والتعليم من أجل المشاركة في هذا الحراك الاجتماعي، ومن أجل أيضا
جماعي هذه نقطة التربية أول من التنسيق هو التعليم العالي، وأول حاجة وقعت بالتنسيق هي في 5 أكتوبر 2006 مباشرة بعد مؤتمر الجامعة العامة. من علي يا جماعة جامعي لا يهان، من علي يا شباب جامعي لا يهان، من علي يا شباب جامعي لا يهان، من علي يا شباب جامعي لا يهان، من علي أسسها من علي أسسها جامعي بن علي يا شباب بن علي يا شباب بن علي يا شباب نحب نعلمكم اللي المنظمات الدولية اللي احنا مخرطين فيها عملنا اضراب اداري باش نعمل نيكوزاسيون مع الوزارة عملتنا برقية مساندة لا ما يغلبوناش ما يغلبوناش مادامنا ما ضامنين ومتحدين ما يغلبوناش عملت لنا برقية مساندة وهي على ذمتنا وتو في السيت نتاعها موجودين البيانات نتاعنا وبعثت لهم على حاتم بن طاهر وخدينا امبارح الصورة نتاعهم اكسترا ومش نعملوها نحبوا كيف تم اتصالات وقعت بالاذاعات راديو مونتي كارلو هذه تو جاو لهنا اثنين الى غير ذلك هنا عاملين جهدنا باش نعرفوا بخصوصيتنا كجامعين وبمساهمتنا في الحراك هذا الاخيان اللي اليوم الاساسي والثانوي عاملين تجمع ماضي ساعه احتجاج على غلق المؤسسات ما فيها باس فين محمد علي الاتحاد فين ساعه محمد علي غدوه غدوه الاضراب العام اليوم تجمع وغدوة اضراب عام إجازنا على خلق المؤسسات وعلاكم المنشور اللي بعث لنا وزير التربية معناتها لا معناه يتهم مؤسسة التعليم الثانوي أنها تحرك بالثالث وغدوة اضراب عام غدوة اضراب عام في جهة تونس الاتحاد الجهوي بتاع تونس عامل اضراب عام ساعتين من 9 ل 11 مدام الوقت
موتني لأن لي فيه قبرا محفوظا.
أبو على وطني، لأن جنازتي طالت بين شوارعه وأزقته دون أن تنقلب إلى حياة ولو لبرهة من الزمن. هذه مازال طول النص، أعطيتكم فكرة ليه لخيان اللي يحبوا يتكلموا يتفضلوا، ما نطولوش. ما نطولوش بربي عندنا نقابة العملاء والموظفين تاع الكلية، كان يحب يتكلم مرحبا بيه، ده يتكلم وقت اللي يحب. تحية للزملاء الحضور، أنا زميلكم من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أرفع تحية وتقديس لكل الشهداء في كل سنتيمتر مربع من بلادنا، الشهداء الذين سافروا والذين سيلتحقون، لأن حمام الدم لا يزال مفتوح. فخر لنا أن ندفع الشهداء دائما من أجل هذه البلاد، لكن لستم في حاجة إلى هذه الخطابات الرنانة، نحن في حاجة إلى الشارع وسنذهب. أريد وأقترح على النقابة وعلى الزملاء الحضور أن نعود إلى الجامعة، وهذا مطلب الحقيقي الذي ساعدت عليها صخرة سقراط المقدسة، هو أن نعود إلى الجامعة بلا بوليس. نعود إلى الجامعة بلا بوليس. وكان حتمه أن يأتي إلينا،
عبر دمائي الزكية الصافية ليقول أننا انهضوا قوموا انهضوا قوموا افتحوا صدوركم كسروا يا شهيد يا شهيد على دربك تنعي يا شهيد يا شهيد على دربك تنعي يا شهيد يا شهيد على دربك تنعي يا شهيد يا شهيد في بي عادة جملة قالتها امرأة فذة في أفريقيا قالتها نورة برساني يا زميلاتي يا مواطنات يا مثقفات يا تونسيات أيها الرجال أيها الكرام لا خوف بعد اليوم 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 يمين الو احنا رانا جميعين الو وي في ميتينغ قاعدين ميتينغ نسمعوه نحترموه الكلام الاخر رانا كلناه وراو الناس اللي جايه لهنا جونا كارد جونا كارد ما يكفيش بالك القهوه جيتي مشاني هناك النقابي قاعدي واستاذ تعليم عالي حسب تحليلي للوضع حسب الثلاثة جماعة اللي عشناهم هذه حركة شعبية موجهة ضد قلب النظام قلب النظام متمثل في شخص رئيس الجمهورية والعائلة المفيوزية اللي هي تحيط بيه جبنا لكم هذا اليوم الترميمات الصغيرة والإصلاحات الصغيرة الشعب رفضها اليوم تصويرة الرئيس حرقت اليوم الشعب يقول لا لبن علي ولذكي أن يفهم ولوطني أن يفهم فكتبت نص بالفرنسية استسمحكم لأنه بالنسبة لي يلزم إذا كان ثم صدى يلزم نبلغوا أصواتنا الأكثر ما يمكن يلزم اليوم اتحاد الجامعيين وكل الشرفاء وكل الطيبين وكل الرزيهين وكل الناس اللي تحب تونس يلزمنا نجمع بعضنا الكل مع بعضنا ضد الطغمة الحاكمة في تونس اليوم يا اسقط يا اسقط جلاد الشعب 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 appel citoyen 11 face à la montée vertigineuse rarement égalé de la violence policière contre le soulèvement populaire initié à ses dépositions vers Gastrine. Après 23 ans de règne d'un régime autoritaire, responsable d'enrichissement illégal et ostentatoire, d'une minorité tentaculaire centrée au cœur même de ce régime, face à la montée spectaculaire du chômage, du désespoir et du nombre de laissés pour compte, menaçant sérieusement les équilibres sociaux et les principes républicains. Face au bâillonnement total des libertés individuelles et collectives, d'expression et de pensée, au verrouillage et au monopole de tous les moyens d'expression centrés autour de cette nébuleuse. Face au bradage des secteurs publics, à l'endettement individuel et collectif record dans notre pays. Face à la montée fâcheuse de la corruption généralisée, au bafouage au quotidien des lois républicaines et de la mainmise sur la magistrature. Nous, citoyens honnêtes, représentants de la société civile, responsables et militants, républicains de tous bords, hommes et femmes patriotes calmes et modérés, appelons à l'arrêt total et immédiat de la violence et des exactions policières contre les enfants du peuple, la levée de la mainmise sur la magistrature, législature suprême de la République, la libération totale de l'audiovisuel, de la presse et des moyens individuels de communication, l'organisation transparente de débats totalement libres et démocratiques sur l'avenir du pays, le retour à l'état de droit et le sauvetage conformément aux lois de la République de tous les biens, actions et argent liquide illicitement acquis. Seul le peuple souverain a le droit de statuer, choisir ses dirigeants, décider de la politique économique à venir
dans le respect des lois républicaines, les impératifs de progrès et de développement. للنقابة ولكل المنظمات التي تدعي أنها في لغتنا في البيانات وفي النصوص نستعمل لغة جديدة معناها لغة تعتبر أن النظام القائم هو ينتمي إلى الماضي. أنا كتبت نص اليوم الصباح في الأربعة متاع الصباح بالفرنسية كذلك وبعثته إلى شخصية وإن شاء الله يلقى صدى. استعملت فيه كلمة notre bientôt ex-président. شكرا. تحية إلى عموم الزملاء وتحية إلى شهداء تونس الحبيبة. تحية إلى شهداء تونس الحبيبة على درب فرحة حشاد، على درب بن زيرة، على درب التحرر الوطني، على درب المناضلين والمقاومين. تحية لشهدائنا في الجامعة وشهدائنا في الأحياء وفي الضواحي وفي المناطق الداخلية وفي تونس العاصمة وفي كل أرجاء الجمهورية التونسية. زملائي الكرام، إن الشعب التونسي اليوم يقول كلمة واضحة وصريحة. الشعب التونسي يصوت لخيار شعبي. الشعب التونسي يريد الحرية. الشعب التونسي يريد الكرامة الوطنية. الشعب التونسي يريد الديمقراطية. لا يغيب عن بال أي كان أنه نظام بوليسي، نظام قمعي، نظام فاشي، والدليل على ذلك أنه الدماء تسيل إلى حد هذه اللحظة. إلى حد هذه اللحظة الشعب التونسي يجزر ويقتل ويذبح ويسفح على مرعى العالم، على مرعى العالم. والمجتمع المدني والسياسي في تونس عليه أن يتحمل مسؤوليته. المجتمع السياسي والمدني في تونس عليه أن يتحمل مسؤوليته التاريخية. الآن الشعب التونسي يقول لا للقمع. الشعب التونسي يقول لا للنهب. الشعب التونسي يقول لا للتصرف الأمني، لا للانتقام، لا للانتقام الأمني، لا للسلفية الجهادية البوليسية. حمزة يا حمزة يا حمزة يا شيخ، لحظة واحدة، هيا نعملوا مسيرة. أريد أن أذكر، اسمحني مثلا، أريد أن أذكر فقط أريد أن أذكر زملائي وزميلي موجودين في هذا المكان منذ 2003 وشباب تونس يحرق نفسه. شباب تونس في كلية التعبير وفي كل كليات كان يحرق نفسه وكان يضع في نفسه تحت الحافلات. نبهنا إلى ذلك ألف مرة. هذا نظام عصم يقتل أبنائه ويحرق أبنائه. آخر كلمة، آخر كلمة من علي أصلا. ثم وفاق سياسي في البلاد. المجتمع السياسي لازم يسمع الشعب. إذا كان يحب يحاول الناس يطلب مطالب الشعب ويسمع وفاق سياسي عام في البلاد. عندي فقط لا نوتي مع حيوط هناك، مع لا نوتي. أنا
كيما حطيتش مش مخاطب نعرف شعورك وتعرف شعورك. لا 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 يا